ما بتعشوا؟ أجوعنا. طيب ماما رح أحضر الأكل. بابا بلا ما اروح على درس الموسيقى بكره. لا بابا ما بصير. بس انا ما عم بحب الدروس. ليش بابا؟ في حدا ما بحب الموسيقى؟ انا بحب الاغاني وهن طول الوقت ما بيعلمونا غير دو ري لا سول دو. بكره بصيروا بيعلموك يا اغاني، بس بابا الموسيقى فيها اصول، لازم تتعلمي اصول هي الموسيقى بالاول. بس انا ما بدي. خلص بابا خلص، شو ما بدك لازم تتعلمي. خير شوفي. تسمعي قال حضرتها ما بدها تتعلم موسيقى. لا يا ماما شو هالحكي؟ الموسيقى شغلة عظيمة. أنا ما بدي. مرحبا. اهلا. طوب قهوه على السريع. وعليك مستعجل كل هالشيء، تفضل ارتاح. يعني الخبر اللي جايب لك اياه بيستاهل اكثر من فنجان قهوه، بس معلش ماشي الحال. شو الشركه وافقت على شروطي؟ كلها. كنت عارفان انه رح يوافقوا. المسلسل بياخذ العقل. اصلا بدل ما انعرض الجزء الاول 100 شركه حتتمنى تاخذه للعمل. يعني انا طلعت براني؟ ولو؟ انت الخير والبركه. بس يعني لو ما كان النص حلو ما بتصور في قوة تقنعهم انهم ياخذوه؟ هلا شو؟ رح تشربني فنجان قهوة ولا لا؟ يا سيدي رح اسقيك اطيب فنجان قهوة، على كل حال كتر خير الله انه نقضي فنجان قهوة، قلت لعلي رح تورطني بشي غدا. يا بايمان. ايوه ايوه استاذ امور. بدي فنجان قهوة على كيفك الله يرضى عليك. تكرم عيونك. حاضر. اليوم بس نروح على الشركة مشان توقع العقد، بدنا نبدا تصوير خلال شهر. ماشي. معقول بدك تعمل بروفا ولسه مالك مختار الممثل الرئيسي عندك بطل العمل؟ خلي لك اياها مفاجأة. لطفي يا لطفي. يا استاذ. اهلا اهلا. مرحبا استاذ. لطفي اسعد. بعرفه. مو انت سويت دور حامد بالجزء الاول ما هيك؟ كويس اه؟ حضورك حلو كثير. لطفي ممثل موهوب بس لسه ما اخذ فرصته. ان شاء الله بتجي ظروف وبتساويه من النجوم. شكرا استاذ. له دور معنا بهالجزء؟ لا لسه. بس في شغلة حابب استشيرك فيها. إذا بدك أعطيه دور سعد، سعد دور حلوة. هاي شغلة أنا ما عم بفهمها. كيف بدك تعطيه دور البطولة هيك من الباب للطاقة؟ الممثلين بصيروا نجوم لما بياخذوا فرصة من هالنوع. ولطفي عنده كل الإمكانيات لحتى. يا أخي عنده إمكانيات ما عنده، هي مو مشكلتي. أنا مالي مستعد غامر بمسلسلي لأعطي فرص للناس. بدك تخدمه اعطيه دور رئيسي بس مو دور البطولة. بعدين بيني وبينك انا منيح اللي سمحت لك تجيبه، إيه ما حامد مات بالجزء الأول. شو بنا عزيز؟ ألو؟ أهلين عزيز. طيب يا سيدي مثل ما بدك. ماشي اذا هيك بتكون مبسوط. ماشي امبلا اي ساعه. طيب وانت من اهله بكره الساعه 9 رح يعرضوا مسلسلي. انا واحد. انا واحد يعني مسلسلي لاخي الخوف. هذا البوليسي ما هيك؟ شفت شو معنطاز؟ بس ممثل بيطير العقل. بس بدي اخر التصوير. بيطلع له ممثل مطلوب اكثر من 20 مسلسل بيطلع له. استاذ جبر بدي اشكرك لثقتك فيني مشان الدور الكبير اللي اعطيتني اياه. ولو شكر الاستاذ عزيز. ان شاء الله المره الجايه بتاخذ بطوله مطلقه. شكرا شكرا.
لا أسعد، ما بينضحك على أبو عادل، فهمان؟ أبو عادل أنا ما خدعتك. أمينة؟ أمينة؟ عجبتك الحلقة؟ معلش جبر، بتعرفني ما بحب البوليسي، بس هذا المسلسل من تأليفي. خلص ولا يهمك، من بكرة بتابعه معك. يلا تصبح على خير. وأنت من أهله. اهلا سليم، منين عم تحكي؟ اسمعوا لا سليم، شو بك؟ ليش هيك عم تحكي؟ انا ابو عادل. هلا بلا مزح، هالحركه اللي خليتني اعملها امبارح رح تندم عليها. ولك انت شو عم تحكي؟ انا مو بغول حتى اقتل واحد قدام كل الناس، فهمان؟ طيب يا سيدي، وحضرتك كيف تقتله بقى؟ رح اقتلك على طريقتي، وقتها بتعرف كيف. لك انت مين؟ مين عم يحكي؟ ها؟ مين؟ معقول؟ جعان على الغلاظة. بس يا أخي كأنه ما عم يمزح. منو ها؟ أبو عادل، قصدي سليم. لا تكون صدقت إنه في أبو عادل. سليم عم يصور مسلسل تاريخي بالصحراء، منين بده يجيب تليفون؟ أكيد هذا شي واحد غليظ مزح معك مزحة تقيلة. ما بعرف يا أخي، بس قلبي حاسسني غير هيك. قلت لحالي أكيد إجا على بالكم تشربوا شاي. يسلم إيديك. مو كاليجولا؟ لا شفته العرض الماضي أنا، بس بهالكم يوم إذا بضينا أنا بخبرك وبنشوفه مرة ثانية. بابا. طيب. بابا. ماشي ماشي، مع السلامة. هلا. نعم بابا. بابا سجلني بالباص. ليش بالباص بابا؟ مع موصلك بسيارتي. قالوا لي بالمدرسة انك بتخوف. بخوف؟ ومين اللي قال لك الحكي؟ كلهم. هي اكيد من شان المسلسل. ايه بابا مزبوط، ابو عادل رفيقك. اسمعي زين، هذا هو النجاح. يلا ماما، يلا على غرفتك. ما بدي، بدي اتفرج على ابو عادل. لا ماما، هذا المسلسل للكبار مو الي. شو هو يعني؟ ليش هيك خاف من زهرة؟ هي زهرة الموت، بعت له اياها ابو عادل عم يهدده بالقتل.
الو. مرحبا عزيز بيك. لطفي ما رح ينفد مني وانتو ما رح تنفدوا، وخاصة رفيقك جبر يلي عامل لي حاله مؤلف. شوف شو رح اعمل فيه. مين عم يحكي؟ مين؟ جبر اتصل فيني. ايه فعلا فعلا شي بخوف. مبين الشغلة مو مزح، عم يحكي عن جد. بس الصوت صوت سليم. ايه نعم صوت سليم نفسه. ماشي، بكرة الصبح الساعة 9 يلا تصبح على خير. هي انتي؟ شبك؟ وليش عم تتسحبي على السكيت؟ رايحة اشرب. كم مرة قلت لك هالعادة بطلية؟ لما بتمشي شعي ضو. شبك يا ماما؟ شبك يا حبيبي؟ بابا شبك؟ من شو خايفة؟ من ابو عادل. لك بابا ما في ابو عادل، هذا كله تمثيل. ابو عادل بابا هو نفسه عمو سليم اللي بجيب لك شوكولا بتحبي. ما بعرف انا ما بدي نام لحالي. طيب حبيبتي قومي قومي نامي باوضتنا. تعالي سليم. ما قلت لي عم يصور بس احلى وما عنده تليفون؟ بعثت له خبر واللي راح لعنده المفروض يرجع بعد ساعه. امشي معي لنشوفه. اطلع سيارتي. بنروح بسيارتي وبرجع لهون. مثل ما بدك. أبو عادل. شو؟ أبو عادل هرب. يلا يلا. خلص فوت هلا بيجي.
بعدين هلا بخلي لطفي يعمل لنا كاسه شاي زروفي. لطفي؟ ليش شو بيعمل هون لطفي؟ بيساعد الشباب بتفريغ النص واحيانا بيساعدني لي. على فكره لطفي ما بيعمل شاي الا لك. لا اي والله. اهلين استاذ، كنت اليوم ما راح اجي بكير، بس قلت لحالي بيجي بشوف اذا بدك شيء. تسلم. كيف الشغل؟ الشباب فرغوا البلوكات والاكسسوارات، اما الشغلات الثانيه انا راح اجي ولا بين ما الاستاذ جبر يجيب لنا التعديل. راح اسوي لكم شاي. شكرا. الو اهلين. ايه موجود. لحظه شوي استاذ جبر، البيت على التليفون. اكيد في شيء مهم حتى اتصلت امينه لهون. بجوز اتصلت لعندي على المكتب، قالوا لي اني طلعت انا وياك. الو كيف؟ جاي لعندك فورا. عزيز اعطيني مفتاح سيارتك. شو في؟ اعطيني مفتاح سيارتك. اجي معك؟ انت استنى الشاب اللي جاي من عند سليم وانا برجع لهون. لبين ما فتحت لقيت هذا على الارض وما في حدا. الو اهلين عزيز. بلا طب منيح كثير. لحظه من شان سيارتك شو؟ طيب بنتظركم. مع السلامة. شو؟ اجا سليم من الصحراء وجاي هو وعزيز المسألة هون. ان شاء الله خير، رح حضر الغداء. ما حدا يتحداني، انا بقى هون. بتصدق حتى انا فكرت ابو عادل عن جد. هذا لانك استاذ. لحظة عندك تليفون تاني؟ في الو. انا ما بتقهوى على واحد مثل هاد. مين انت ولا؟ سليم، ما بتستحي على حالك تقلدني؟ لازم تعرف انه الخط مراقب. شفت انك جبان وكذاب، على كل حال انت دورك جاي. شو قصدك ولا؟ لطفي شبك؟ استاذ عزيز انا ما حدا يمثل الدور، بدي اعتذر. ليش شو صار معك؟ اتصل فيني ابو عادل. لطفي شو هالحكي الفاضي هذا؟ ما بعرف، بس قال اذا بمثل دور ابنه رح يقتلني عن جد، بس بدون ضجه لانه هي مو طريقته. الو لطفي. يا لطفي
جهاد لطفي ما فيه شيء الظاهر دايخ من الرعبة خير. صباح النور اهلا وسهلا تفضلوا تفضلوا مرحبا تفضلوا الملازم فتحي للامن الجنائي يا اهلا وسهلا تشرفنا اهلا بدك تحكي لي عن ابو عادل ابو عادل مو تبع المسلسلات تبع التليفونات واحد غليظ عم يتصل فيي وعم يدعي انه ابو عادل وعم يهدد انما انا ماني قابض القصه جد ابدا بس ابو عادل هاد هاجم لطفي امبارح بالليل لطفي؟ شو بده منه؟ بده يمنعه يلعب دور ابنه بالجزء الثاني هذا حسب اقوال السيد عزيز معقول؟ وشافه؟ هو بدنا نراقب تليفونك كمرحله اولى وبعدين بنشوف انا تحت امركم سوي اللي بدكم اياه المهم انكم تمسكوه أنا آسف بس صار لازم أوصل بنتي هاي تليفوناتي إذا صار أي شيء جديد يا ريت تخبرني شكراً يلا خاطركم مع السلامة علاء وغيره يبعثوا لنا إياه شاب صغير لساته بأول حياته المهنية راح يموت من الخوف حتى بطل الشغل هون وقال ما عاد بده يشتغل بالتمثيل من هون معقول كل هذا الشيء مشان مجرد مزحه صغيره شو مزحه عم يقول انه شافه بعينه وقال انه اطول من الواقع بكثير اخي مو صحيح مو صحيح كله كلام فاضي ليكم وقت ما خبرنا الشرطه ما عاد بين باينه مزحه بجوز تعرف عم يخطر يروح لعنده للطفي واحكي معه انا حكيت معه اكثر من مره ما في فايده امشي دني على بيته امشي مثل ما بدك والله حرام ليك شلون عايش سيدي بكره بياخذ فرصته بصير نجم ويمكن يصير يشوف حاله علينا اهلا وسهلا اهلين لطفي يا هلا تفضلوا شربوا شاي طبعا انت بتعرف نحن ليش جايين لعندك يعني انت شاب مثقف وواعي وبتفهم منيح هذا ما دخله بهاد انا مو مستعد احط حالي مواجهه شبح ابدا لا يا لطفي انت فنان وناضج وهذا الحكي اللي عم تحكيه انا شفته كان حيقتلني طيب وليش ما قتلك قال بيكفي انه قتلني مره واحده قصده بالمسلسل اسمعوا على الحكي استاذ انا مقتنع باللي عم بقوله مو مستعد غامر بحياتي من شان مين ما كان يكون شو جبل ليش قاعد بهالبرد هذا لطفي رح يجنني تصوري مو راضي يعني يشتغل قال خايف من شبح ابو عادل شبح هو هيك عم يقول شبح ابو عادل لا هذا اكيد جنن مثل عزيز بدل مسلسل يلا
اليوم الحلقة قبل الأخيرة، اليوم رويدة بدها تتركه. ليش تتركه رويدة؟ تتركه لأنها ملت من حياة الليل والظلام. أنا أصلاً حاولت حاصره بالوحدة. لو تشوفي حلقة بكرة لسه. جبرت؟ احكي لي قمر، اليوم معتز سألتني وماني ما خجلت الا شفتي من شان هيك ما راح اقول لك. يلا طالع شوف شو صاير. لوين تروح تخلينا؟ خليني اطلع شوف الكهرباء. ايه بنروح معك. طيب تعال تعال بابا، تعال بابا، تعال 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 بابا تعال. أمينة الحمد لله. يلا أنا قايم ألبس وشوف الملازم. لسه بكير. معلش لازم خبره. فإذا نحكي معه من الفرن بيكون فاتح. ماشي الحال. يلا ماما هدير أمي حياتي أمي.
واضح انه قصد يخوفك. مين هو؟ ما بعرف. طول بالك، خلينا نحكي شوي. جبر، انت ما بتقدر تتوقع حدا يكون عم يعمل معك هيك. طيب الك اعداء؟ في حدا بيكرهك لسبب خطير مثلا؟ ما بعرف، بس ما بتصور. مين هو هذا ابو عادل اللي عم يطلع بالتلفزيون؟ خيال، مجرد شخصيه مكتوبه على الورق. طيب استاذ جبر، انت فكره المسلسل كيف خطرت على بالك؟ شو بعرفني؟ هيك يعني طلعت براسك لحالها؟ شو قصدك؟ شخصيه ابو عادل بالتحديد كيف اجت على بالك ومن وين؟ قصدك معقول يكون في شخصيه حقيقيه؟ هيك مزبوط، انا اخذت الشخصيه الخبر قريته بالجريدة عن قبض على رئيس عصابة. انت نزل الخبر بالجريدة؟ تتذكر الاسم الحقيقي؟ ابو عادل، رئيس العصابة كان اسمه ابو عادل، انا ما غيرت الاسم، بس تاريخ الجريدة ما عاد بتذكر، بس من حوالي سنتين. لحظة، هذا هو. ايه ولوفا، والله نسخة من العدد 104 ل7 للملازم فتحي. وشو رح يعملوا؟ رح يراقبوا البيت. بس؟ مش بعرفني. كانوا المقابضين هالقصة جد، مشان هيك بعثوا لنا ضابط بأول حياته المهنية. بدك تطول بالك عليه، ما بتعرف شو بيطلع معه. باين مكتوب من عنوانه. أنا لازم أحكي معهم يبعثوا لنا ضابط يكون في عنده خبرة. هاي هي مشكلتك، ما بتثق بالشباب وما بتحب تعطيهم فرصة. عن مين عم تحكي انت؟ عن الضابط ولا عن لطفي؟ لا، عم بحكي عنك انت. على كل حال انت لازم ترتاح، بقيان تعديل اخر حلقات، بدنا نبدا بقى. شو بشو عم تفكر انت هلا؟ طبعا الحياة لازم تستمر. هو مين ما كان يكون بده اياك توقف عن الكتابة، وانت ما لازم تحقق له هالشيء ابدا. مور شو جوا برا؟ اي والله يا ريت. معلش هاي معلقيني شوي، بركي تصف لك شي 10 دقائق برا. طيب. دخل يا ولد. تتركني ما هيك؟ أنا بدي حرمك تتحكم بحياتي. اليوم ما كان في حلا منيح، بكرة شو بدك تسوي فيني؟ أنا مالي علاقة بكل هالشغلة، هذا المسلسل كتبه من زمان. بكرة لازم ما يكون في حلا، مفهوم؟ هي مو شغلتي، أنا ما بيطلع بإيدي. خلص، المسلسل لازم ينتهي هون، فهمان؟ إذا بتريد أنا جزء ثاني ما في. اطلع بسيارتك ولا تلتفت لورا منو، تفضل. Thank you.
عم تغسل؟ هذا هو المسلسل؟ هذا الجزء الثاني؟ يا شبح هذا الجزء الثاني؟ شبح شبح لك شو جنيت شبك؟ الحلقة الأخيرة ما بصير تنعرض بكرة فهمان؟ شبك شبك شو جنيت؟ شبك شو طلع لك؟ تفت؟ أنت كمان عم تقول طلع لك، أنت كمان مقتنع إنه شبح. هلا اهدى شوي وفهمني شو القصة. لك ما بقى في وقت، الحلقة الأخيرة بدها تنعرض ما لازم تنعرض، بدها تموت فيها بنته. لك شو بدها نمنعها شلون؟ مستحيل. امشي لك معي، امشي معي على التلفزيون. تعال صور ما حدا عم يقدر يفهم مشكلتي، ولك صاروا يضحكوا وفكروني عم بمزح. امبارح بالليل ما لقيت حدا وكنت رح تعمل مشكلة، وهلا جبتني وانا عرفان من الاول انه ما في فايدة. طب هلا شو عمل؟ روح عند الملازم فتحي. هيك صار كل شيء واضح، معناتها ابو عادل صار له سنه برات السجن. انا مو هيك قلت، انا قلت انه من سنه كان عندنا هون ومرض مرضى ثقيله واحتاج لعمليه، فنقلوه على المستشفى ومن هنيك هرب. بجوز يكون كمشوه وحولوه لسجن ثاني. لا ظاهر انه لساته برات السجن وعم يتابع نشاطه الاجرامي كمان. نسيت شيء؟ لا بس مشان مدرسة هديل. بس تجديد حلق بالمدرسة. يعني رح تطول؟ ما بعرف، في الدرسية بالبيت، حتأخروا على البولمان. يلا. يلا بابا اطلعي. بابا استنى نسيت الدبدوب. بابا ماما تشيل الدبدوب غيره. يلا. لا بدي فوفو. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماما. الله يرضى عليكي ما تعزميني هنيك. ايه ليش بابا ما حيجي معنا؟ لا ماما البابا عنده شغل. تأخر بابا. جوات السيارة لا تتحركي. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. رعبتني. شبك شو صاير؟ انت ليش تأخرت؟ اتصل ملازم فتحي قال في اخبار جديدة. شو هالاخبار الجديدة بقى؟ ما حكى. هلا بوصلكم على البولمان وبروح بشوف. اهلين لطفي. اهلين استاذ. شو رجعت لعلك وراح تشتغل معنا بالمسلسل؟ انت ما شفته يا استاذ عزيز، هلا بيعمل مع سير ممثل. يا لطفي بلا جنان. يعني حكمل الجزء الثاني؟ ايه طبعا، والبروفات رح تبدا بعد ما يسلمنا جبر التعديلات. بيان بس كم حلقه الاخيرات. لقيتوه؟ تقريبا. يعني ما كمشتوه؟ هربان من السجن. شلون؟ صار له سنه هربان، بس وجهنا برقيه لكل المخافر والمشافي والسجون ولنشوف. برقيه؟ يعني لسه بدنا نستنى البريد؟ لك لا مو برقية بريد يا استاذ جبر، المهم نحن خلال يومين رح نحدد مكانه. بجوز يكون مكموش. كمان بجوز؟ يعني ما بتعرفوا؟ بكل الاحوال الليلة بوقت بس الحلقة رح ننصب كمين. يعني رح تكمشوا؟ هو إذا ظهر أو اتصل أكيد بنكمشوا. بدنا نشوف فيه لحتى جبني كرفتي بهالليل. بدنا نشوف الحلقة الأخيرة مع بعض. شو وين أمينة؟ أمينة فهديل بعتهم لعند أهلي على حلب. مرحبا. أهلا تفضل.
البيت مراقب وكله تمام. افتح التلفزيون لنشوف. حط الفيشن عندك عزيز. كل جهدي كذاب. ليكن الشرطة حواليك وعم يتسمعوا علي. أنا ما بيهمني شي ورح انتقم منك، رح أحرمك من بنتك وبكرة بتشوف. يا سيد جبر، يعني لازم تطول بالك. على كل حال نحن وجهنا برقية لحلب لحماية زوجتك وبنتك، ونحن هون يعني رح نحاول. شو تحاولوا؟ مع مين تحاولوا؟ مع شبح؟ إذا أنتوا واحد هربان من السجن ما عرفتوا تمسكوه. عفوا أستاذ جبر، أنت لازم تهدي حالك وتفكر. يعني مين له مصلحة يعمل معك هيك؟ قصدي غير أبو عادل. ليك شو عم يحكي؟ لك هذا شبح أبو عادل؟ لك خلص خلص سلمت أمري لك يا رب. مرحبا، أنا أبو عادل. وين بدك تروح؟ لا توقف، خليك ماشي. بدي إياك تعرف إني بقدر أوصل لك. اسمع، اليوم بالليل رح زورك، بفضل لاقيك لحالك. مو منشان شي، بس منشان نحكي على رواق. ما بدي حدا، لا شرطة ولا غيره. وإنت هلا بتعرف منيح إني بقدر أوصل لك لو كان حواليك ألف شرطي. بدك تحكي لي شو صار معك؟ طول بالك. شو صار معك لقيته؟ أبو عادل الحقيقي مات من 3 شهور. مات؟ لكن منو هذا اللي عم يطلع لي؟ ما بعرف، لأنه شبه. ما حدا رح يقدر يعرف لأنه شبح. أستاذ جبر لازم تهدي حالك. شو هالحكي هاد، شبح وما شبح؟ أنت رجل مثقف وكاتب كبير. إذا بتريد بدي إياك تطلع من هالقصة كلها. هاي القصة أنا بحل الحال. بس هيك ما بصير يا أستاذ جبر. يا أستاذ،
شو عم تعملوا هون؟ أنا ما قلت لكم خلص ما بقى بدي إياكم؟ مو على كيفك. شلون؟ طبعاً أنا مكلف بهالقضية وأنت الخيط الوحيد اللي بيوصلني للمجرم. هلا هذا اللي طلع معكم إني خيط؟ ولك أنا الضحية. لازم تطول بالك، هيك قضايا بتاخد وقت ولازم نتعاون على حلها. استاذ جبر، أنا بتمنى إنك تثق فيي. هي أول قضية بستلمها بحياتي المهنية كلها، وبدي أنجح فيها مهما كان الثمن. حط ثقتك فيي وما راح تندم. تفضل تفضل. تشرب قهوة؟ نشرب. عفوا سيدي، ولد اعطاناها هذا الاستاذ جد. شو هاد؟ اسمع، ما راح اشوفك اليوم، حواليك ناس كثير، بس تعرف كيف تصرفهم بتصل فيك. ابو عادل. وين الولد اللي اعطاكم الظرف؟ سيدي برا وقفنا. ليش ما بدك تخلوه يرجع على البيت؟ وين الضابط تبعكم؟ طولي بالك يا اختي، بدنا نساله كم سؤال بس. ليش بدك تساله؟ شو عمل؟ لازم يكب زبالة. بسيطة بسيطة، تعا عمو. مين اعطاك الظرف؟ جد بي حاطط سلك. ما شفت وشه؟ لا، كان حاطط السلك على وشه، اعطانا الخمس ليرات. طيب كيف صوته؟ عادي. بيشبه ابو عادل؟ خوفت رجلي بسيرة ابو عادل. يا اختي طولي بالك. متأكد حبيبي انك ما شفت وشه منيح؟ ما بيشبه ابو عادل، صوته عادي. خلصونا بقى الولد براند. يعني هلا شو؟ فهمني، رح تصحح هالكم حلقه اللي بقيانين؟ هي مر 10 ايام وابو عادل ما عمل شيء. شو ابو هديل؟ خلصنا بدنا نشتغل. لا لا خلص، انا اصلا ما عاد خايف، رح بلش شغل من اليوم، وخلال يومين ثلاثه رح اعطيك كل الحلقات، فيكم تبلغوا على البروفات من اليوم. كثير يعطيكم العافيه. اهلين لطفي، شو رجعت على الشغل؟ اذا بدك برجع، بس مو لنفس الدور. لطفي هذا الموضوع حكينا فيه وانتهينا منه. معناته لساتك مانك مقتنع بامكانياتي. شو رح تكمل لهم المسلسل؟ ايه رح كمله. ايه الله يستر. ما عمل شيء، خوفنا بس وما اذانا، يعني ما عمل شيء. مالو؟ انا ابو عادل، لا تخاف، بدي اشوفك بعد نص ساعه ببيت لطفي. تعال حالك، عم تسمع؟ الو الو، خير؟ شو في؟ ما في شيء، واصل مشوار صغير وبرجع. ما طول. عارف بيت لطفي ما هيك؟
لطفي. أهلين أستاذ جبر. على فكرة المسدس اللي كان بإيدك فالصو، فهمت؟ شو بدي أفهم؟ شفت قديش أنا ممثل موهوب؟ مو بس هيك، وسيناريست كمان. أنت؟ طبعاً أنا. حبيت ربيك وورجيك إنك غلطان بإهمالك إلي وعن قصدك. أنت طول عمرك هيك، مالك ثقة بالشباب ولا بدم جديد، مو شايف غير حالك، مالك عرفان إنه الدنيا عم تمشي وإنه بكره حيطلع ألف واحد يكتب أحسن منك، فكر الدنيا وقفت عندك وبس. أنت واحد جبان وأناني. لطفي أنت لا تحرك، لا تحرك، خليك هادي وخلينا نتفاهم. أنا طول عمري عم بحلم بهالفرصة، قمت أنت حكمت علي بالإعدام، بس أنا بدي أعيش، بدي أعيش، فهمان؟ مليت، مليت دائما آخذ أدوار الثالثة والرابعة، مليت، مليت طول عمري وأنا على الهامش، مطلوب مني دهليز لهاد وطاطي لهاد ودعس على كرامتي، ومطلوب مني أعمل لك شاي وابتسم لك وأنا عم بتقطع من جوا. اسمع، هالدور من حقي أنا، وأنت شفت شو ممكن أنا أعمل. بقى خلينا نتفاهم أحسن لك، وهون حفرنا وهون طمرنا. يعني ها كان في طريقة تانية؟ بس حلوة مو هيك؟ لقوني! أنا ما عم هالشيء! أنا كنت عم بسرق! هو سوى شغلة بيني وبينه! لقوني لقوني لقوني! وقف عندك يا! امشي امشي، اطلع السيارة. وين بدك تروح مني؟ وراك وراك. اطلع السيارة يلا. امشي امشي. مجنون مجنون. تشربي قهوة حبيبتي؟ يلا أنا رح ساويها. لا 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 لا، خليكي قاعدة أنت ومرتاحة. أصلاً هي القهوة احتفالاً بقراري إني بطلت أكتب بوليسي ورعب نهائياً. هذا كرمالك وكرمال هدية. يا سيدي بيكون كتر خيرك. أنا من زمان ما بحب أشوف هيك شيء. هيك نوع من الأعمال بتكشف البني آدم قديش في جواته نوازع شر، وأحياناً بتخليه يتجرأ إنه يجربك. وجهة نظر. والله أنا هيك بشوف. كل إنسان مثل دكتور جيكل ومستر هايد، نصه خير ونصه شر، بس كيف وليش بينتصر جانب على الجانب الثاني؟ هون السؤال. بس 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 بس، فكرة كتير حلوة، لازم اكتبها وما حدا بيخرجها غير عزيز. بس أنا كيف راعي عن بالي إنه لطفي بيقلد أصواته منيح؟ أصلاً هو بلش حياته يقلد دوريد ونهاد وأم كامل، وبعدين صار يشتغل بدوبلاج أفلام الكرتون. ألو ألو،